الواحد لو يقعد سنة في هالبرشين ما بيمل، لكن غصم على الواحد بعد يروح محلات غير. نعم الله على العالم كله، ان شاء الله الله يعطينا بعد محل احسن من هالبرشه هاي، وان شاء الله نشوف البحرين احسن منها بعد، وموجود احسن منها ان شاء الله نطالهم بعد اكثر. النظرات والقعده في هالمحلات تغنيك عن زياره الاطباء، بطنك عدله، بطنك يمشي عدل، كل شيء عدل، لا تسال لا تسال، كل شيء عدل عم في هالمناطق هذه. بس عاد بشرط جريبة عمك ما تجيب روحك. 25 جولاي 2019 هالمكان وهالعصير الطازج. الله الله يغنيش من مملكة البحرين ويزيدش من الخير، ونقدر نروح بخيراتش كل مكان يفتحوا لنا الأبواب. هذه أكثر من 10 سنوات جيت لها، وهذه مستواها ما قل زاد. أنا ويا أخوي عبد الكريم